اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عرب هاردوير. النهارده ممكن يكون الصوت مختلف شويه عشان انا مش لاقي المايك العظيم اللي انا بسجل بيه، مش عارف راح فين، مش عارف مين قلبه يعني، بس انا مضطر اسجل بالسماعه دي. انا ما بحبش البس السماعات قوي، بس هعمل ايه. النهارده هنلعب منتخبنا الوطني. يعني اخر مره كنا بنلعب فينربخشة وفريق السعودي الثاني ده، مش فاكر، الهلال غالبا، وللاسف كنا خسرنا. فاحنا لاعبين 4 ماتشات، كسبانين 3 وخسرانين 1، ويعني قدامنا نقطه وناخد بروموشن. فاحنا يعني لو كسبنا ماتشين هناخد التايتل، فان شاء الله الفيديو ده يا جماعه هنكسب التايتل بمنتخبنا الوطني العظيم. هي دي الفورميشن اللي هنلعب بيها يا جماعه: رمضان صبحي وصلاح قدام، عبد الله السعيد، كهربا، ورده النني، عبد الشافي. بس تعالى نغير شويه حاجات كده، احنا في حاجات بقى محتاجين نغيرها. اولا حضري اخر مره يعني الصراحه عمل حاجات غريبه، فاحنا هنطلعه وننزل مستر شناوي، واكرام يطلع بره خالص، وهننزل تريزيجيه. يلا بينا. اوكي يا جماعه، اول ماتش بنلعب في كينج عبد الله سبورتس سيتي ستاديوم، وباللاعب الاهلي السعودي. اوكي، انا مش عارف ليه كل الفرق سعوديه، وليه في لاج بقى؟ ليه في لاج؟ ليه والله يعني بجد نفسي افهم ليه في لاج. بدانا لطافه، بدانا لطافه. طيب يا جماعه، هو يعني الماتش شكله جميل جدا، يعني هو عباره عن صور. الماتش عباره عن ايه؟ صور. عارف ليه ممكن يعني ايه تخلي الواحد يلعب ماتش زي ده؟ ما علينا، عادي جدا، احنا هنحاول نستغل اللاج. و الحمد لله ادي اول جون، ماشي. اوكي، قول الواد ده سبوز. يلا يا حسن 1997، يلا يا حسونه، يلا يا حسونه، مع السلامه. ده مقري جدا يا حسونه الصراحه، انا مش عارف انا بنايل ايه. مين ده بقى؟ اسيري. ده شكله واد بيس، خطيره الكوره دي. طبعا شناوي ما فيش خالص. ماشي يا حسن. ايش يا جماعه، شكله ماتش هيفتح ان شاء الله. يعني هو اهم حاجه ان اللاج راح، طالما يعني ما راحش قوي، بس ايش انا اللي احسن من الاول. رمضان السلام يا ولد العيب. الله، اوف سايد، استغفر الله العظيم. يا جماعه، ما على طول الناس اللي ضدي بيجي لها نفس الكوره دي وبيشوطوها ما تبقاش اوف سايد. لازم انا يوم ما تمشي معايا شويه. لا، ازاي؟ لا طبعا تاخد اوف سايد او تشوطها في العارضه. عاش ياض يا حجازي، عاش ياض يا حجازي. يلا يا ابو صلاح، ابو صلاح يجري بقى. ابو صلاح مش تعالى، خد ياض يا ابو صلاح. يلا يا ادي يا عبد الله سعيد. لا انت بطل، انت معاك بقى ابو صلاح. ماشي يا ولد، ودي يا استغفر الله العظيم يا رب. رمضان صبحي انا خلقي ضيق، ها خلقي ضيق، كرة كمان اقسم بالله طلعك بره كده. مضيع انفرادتين، فانا مش فاهم يعني انت في ايه والله. ماشي، عبد الشافي فاتح مشوار. عبد الشافي ابو صلاح جامد قوي ابو صلاح يا جماعه، والله العظيم ابو صلاح لو خدت الزاويه وديت البوزاسيون هيخش جون على طول. خلاص كده يا جماعه، البوز هو الحل والله. عاش ياض يا ابو صلاح، يو عاش ياض يا ابو صلاح، يو 2-1 يا جماعه، 2-1. وهو عنده الواد السومه ده جامد، ده الواد السوري ده جامد قوي، انا بسمع عنه حاجات جامده، ونزل منه انفورم في التيمت تيم. بس انا بقى عندي ابو صلاح ده يعني. استنوا كده بقى عشان ابو صلاح. هلا يو، اوعى كده بعد اذنك بس يا كوتش، كده على جنب بس. يلا بينا رمضان هيعمل ايه؟ رمضان يقف على الكوره يا ولد يا لعيب. لا ابو صلاح، يلا بينا ابو صلاح يقف على كورته يا ولد. يا سلام على قرايه الملعب. رمضان يا صبحي، الحمد لله رمضان، اقسم بالله كنت ضيعت الكوره دي، كنت مش هتشمها تاني، وكنت هطردك بره الفريق كله. في ناموسه، هناك ناموسه. على الهادي خالص يا جماعه، 3-1 كده. والواد بقى يلا حسن يلا سحس بقى، مع السلامه. جامد قوي يا سحس وانت بتخرج في الدقيقه 30 كده. يلا يا جماعه نسخن كده مع بعضينا، فاضل لنا ماتش. لو كسبنا الماتش ده يا جماعه نخش ديفيجن 9. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، دخلنا تاني ماتش وبنلعب مين؟ انا مش واخد بالي الصراحه، مين التيم مين ده؟ اف سي سيون، ما عنديش اي فكره مين ده الصراحه. هو اكيد برضه الواد يفكر نفس تفكيري، اللي هو ما عندوش اي فكره. ايه ده؟ ده شكل فريق مزفلط، والعيال اللي قدام دي خطيره، واحنا عندنا هنا ابو صلاح يدي الوان تو. يا سلام يا ابو صلاح، في السوكه يا ابو صلاح. محمد صلاح يا جماعه، اول كره في الماتش الدقيقه 2:30 ويجيبها في الجولاسو ويدي واحد بوكس كده، واخد بالك انت ازاي؟ على هذا خلص يا جماعه، ابو صلاح بالبوز بتاعه يودي اف سي سيون 1-0. يا جماعه حد يعرف اف سي سيون ده؟ هو انا حاسه فريق فرنساوي مثلا، مش متاكد، ممكن اكون بحاور، او انا بحاور، مش ممكن اكون انا بحاور حاليا يعني. بس مش عارف، حاسس سيون دي فرنسي خالص. بس ما علينا يا جماعه، 1-0، ويعني الواد هيسخن دلوقتي، عنده شويه عيال بتجري قدام اهو. بص هيزفلط يا ولد. يا سلام يا ابني والله. الله الله على الميس بوس.
يلا يلا رمضان، يلا رمضان اديله بقى دريفن يا رمضان. طب بص يا رمضان، كرة كمان، اقسم بالله كرة كمان، وهتقعد على الدكة. يعني انا مش فاهم انت منزلك مهاجم ليه والله. انا يعني انا غبي برضه، انا بلعب مهاجم ليه اساسا؟ مش عارف، بس انزل مين؟ كوكا، كوكا هينزل بطة بلدي. ايه ده؟ ادي يا ده، مفيش حاجة يا حكم. عارفين، يلا رمضان، يلا رمضان، يلا رمضان، يلا رمضان، يا سلام يا رمضان، هوبا رمضان، يدي ابو صلاح. يا لا لا يا جماعة، الجون ده، الجون ده مزيكا، الجون ده مزيكا خالص، مش عارف ايه دي، بس هو جون مزيكا خالص يعني. لا 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 لا، انا مبسوط بصراحة بالجون ده، خدت واحدة ترقيصة كده رايح جاي. بص بص بص، يا لهوي، ده الواد فتح حوض وده مش عارف راح فين ده. وابو صلاح طبعا هو لازم يحط الجون، عشان لو كنت شوت برمضان كانت هتطلع بره، ولو كان حصل كده كنت هخرج من الماتش صراحه، واقف بلاي ستيشن يعني. انا مش حرام بعد كل الهجمه الجميله دي اضيع كوره. 2-0 يا جماعه، منتخب الوطني بيلاعب فريق سيون العظيم. شنو شنو شنو، يا لهوي يا ابن اللعيبه حجازي. لا لا لا، سقف لك والله. يلا بينا يا جماعه، الكونتر، الكونتر اتاك، ابو صلاح هنا. يا سلام يا ابو صلاح، يودي الواد. يلا ابو صلاح شغل المحرك ايها الصلاح، نفس الترقيصه تاني. بس ايه ده، ما دوستش L2، ايه غباء. بص عبد الله سعيد، يعني مع احترامي ليك انت هتطلع بره بقى وننزل يا جماعه. ايه برضو الصفقه بتاعتنا؟ احمد حسن كوكا، كوكا اللي عنده واحد اسمه كارليتوس، فاكرين كارليتوس بتاع دبليو دبليو اي ده؟ يتف على الناس بطاطس ايه، تفاح، بيقعد ياكل التفاح وبعدين يتف في وش الناس. كوكا، كوكا يضيع. اوبا، ايه ده، ده الكيبر بتاعه متخلف خالص. ماشي يا سلام يا جماعه، تيكي طازه اللي بنعملها، تيكي طازه، تيكي طازه. كوكا، كوكا اوف سايد يا كوكا، بس احطها في الجون. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. يعني انا عارف ان هي اوف سايد من الاول، بس انا قلت بقى يحطها في الشبكه بكل هدوء. انا دوست باور قليل والله، يعني ده انت صعب يا كوكا. يلا يلا ابو صلاح، يلا ابو، يلا يا كوكا، كوكا كوكا كوكا، انت صعب. انا اقسم بالله ما عارف انا نزلتك ليه، والله العظيم ما اعرف. انت بجد لعيب ولا بتتحرك ولا بتباصي عدل ولا بتفنش، وما انت نازل تنيل ايه؟ انا مش فاهم. لا لا ايه، اه يا لهوي، دي كوبري. انت مبسوط على ايه ده؟ انت اتخرمت قلب كده وبتاع. قشطه يا جماعه، خلصنا اول، خلصنا تاني ديفيجن ولا ده؟ ده مش فاهم ده، احنا كده رحنا ديفيجن، اه احنا كده ديفيجن 8. طيب ماشي، حلو والله. ماشي يا جماعه، الفراعنه تمكنوا ان هم يوصلوا ديفيجن 8 الحمد لله، لعبنا ماتشين وصحقنا العيال. واحد اسمه حسن خلينا يطلع من الاول خالص، والتاني ده كان بيلعب باف سي سيون وهزقناه خالص. على العموم يا جماعه، لو عجبكم الفيديو ده سوش تعملوا لايك، سوش تعملوا سبسكرايب عرب هارد عايزين تتفرجوا الفيديوهات التانيه، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.